فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وذكرنا ما نسينا، واجعل علمنا وعملنا وفي أحمد ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم والآخر. وصلا بما سبق مع الحكمة الثامنة بعد المئة، وهي قوله سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور صفات البشرية، وظهر بعظمة الربوبية في إظهار وصف العبودية. سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور صفات البشرية، وظهر بعظمة الربوبية في إظهار وصف العبودية. هذه الحكمة استفتحها سيدي أحمد بن عطاء الله على غير العادة بالإيه؟ بالتسبيح. بالتسبيح، والتسبيح يؤتى به عندما يكون الأمر عجيبا، كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فاستفتح الحق سورة الإسراء بالتسبيح، وهو تنزيه الله تبارك وتعالى، لأن الأمر عجيب. الأمر عجيب، يعني أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من الليل إلى بيت المقدس من مكة، ثم يعود ويعرج به إلى السماوات العلى، يعني توقف الزمن تماما، توقف الزمن تماما، لم يكن زمن، لأن الزمن من مخلوقات الله تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حينما يعني يرى الأمر العجيب يقول سبحان الله، يقول سبحان الله. فالتسبيح يؤتى به، يؤتى به عند الأمر العجيب. فهنا يقول سبحان من ستر سر الخصوصية بأوصاف البشرية بظهور صفات البشرية. سر الخصوصية في الأنبياء مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين يرى ما لا يراه عامة الناس، ويسمع ما لا يسمعه بقية الناس، ولكن الله عز وجل ألقى عليه أوصاف البشرية، يجوع ويشبع ويمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويركب الحمار ويردف خلفه، كل أوصاف البشر. يمرض النبي، يمرض ويصح ويتعب ويرتاح ويسافر ويضرب في الأرض، هذه كلها أوصاف إيه؟ أوصاف بشرية، يشترك جميع البشر فيها، مؤمنهم وكافرهم، طائعهم وعاصيهم. لكن هناك سر خصوصية، وهو سر خصوصية النبوة في النبي، وسر خصوصية الولاية في الولي، وهكذا. هذه أسرار سترها الله عز وجل امتحانا واختبارا وابتلاء لعباده، كيف يقومون بواجب هذا الشخص أمامه. فهذا المستور، هذا المستور مشار إليه، مشار إليه بأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن هذا نبي، وأخبرنا أنه سبحانه وتعالى اصطفى من بين عباده أولياء صالحين. وإن أخفاهم وجب علينا احترام الجميع وحسن الظن بالجميع. سبحان من ستر سر الخصوصية، أي سرا هو الخصوصية،
الخصوصية دائما ميزة يعطاها البعض دون البعض. دائما الخصوصية هي ميزة يعطاها البعض دون البعض. أما أوصاف البشرية فالناس فيها جميعا سواء. ولذلك كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخصائص من فرد به حتى عن الأنبياء والمرسلين. ولذلك ألف الإمام السيوطي كتابا عظيما سماه الخصائص الكبرى. الخصائص الكبرى اللي هي الخصوصيات التي اختص الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء والمرسلين. انظر ماذا قال الشيخ الشرقاوي، قال: سبحان من ستر سر الخصوصية، أي سرا هو الخصوصية وهي العلوم والمعارف والأسرار الإلهية التي يعطيها الله تعالى لأوليائه ويفيضها على قلوبهم. يفيضها على قلوبهم، تجد الولي سواء كان نبيا أو كان رسولا أو كان عبدا صالحا من عباد الله تعالى، أعطاه الله عز وجل هذه العلوم وهذه المعارف وهذه الأسرار وهو يجلس بين الناس كأحدهم، يبصر ما لا يبصرون ويسمع ما لا يسمعون ويكشف ما لا يكشفون ويقف على أشياء كثيرة، ولكنه يجلس بينهم كواحد منهم، لا يتكلم في شيء إلا بأمر الله تبارك وتعالى، ولا يتكلم إلا لمصلحة وفائدة ومنفعة تعود على السامعين. لا يمكن أن يفشي سر الله الذي ائتمنه الله تبارك وتعالى عليه. ستر هذه العلوم والمعارف والأسرار الإلهية بظهور البشرية، أي بالأحوال التي تعرض للبشر والأمور الدنيوية التي يتعاطاها الناس. فإن بعض الأولياء قد يكون حمارا، قد يكون حمارا، يعني عمله أن يحمل على الحمار للناس بالأجرة، وظيفته أن يحمل الناس بالحمار بالأجرة. أو خواصا، تعرفون الخص؟ الخص المتخذ من إيه؟ المتخذ من جريد النخل وتصنع منه الأواني والفرش وما إلى ذلك. أو حياكا، الحياكة اللي هي الخياطة يعني. فلا يعرفه غالب الناس لستر خصوصيته بهذه الصنعة التي يتعاطاها ومخاصمته للناس في حال معاملته معهم. المقصود المخاصمة هنا ليس الخصومة، وإنما المخاصمة يعني هي المخالطة والأخذ والرد في البيع والشراء والإجارة والعمل، المجادلة يعني. المقصود بالمخاصمة هنا ليست الخصومة الممنوعة شرعا، وإنما المقصود بالمخاصمة اللي هي المجادلة في البيع والشراء والفصال، وهذا سعر قليل وهذا كثير وهذا ما ينفع وكذا، يعيش مع الناس كواحد كواحد منهم. وأنا أحكي لكم قصة كده سمعتها من بعض مشايخي تتعلق بهذا الأمر. أنتم عارفين طبعا طبقات الأولياء، أشار إليها صاحب الإبريز وأشار إليها كثير من العلماء المحققين، يعني أشاروا إلى إلى طبقات الأولياء اللي هو 40 الأبدال وال 12 النقباء والنجباء لغاية 4 أقطاب، ثم القطب الغوص اللي هو رئيس كل الأولياء. وهؤلاء لا يخلو منهم زمان، موجودون في الأرض، وهؤلاء عددهم على عدد الأنبياء والمرسلين، على عدد الأنبياء والمرسلين. كلما مات واحد خلفه واحد، كلما حد يموت منهم يأتي الله عز وجل بواحد يقوم مقامه، يقوم مقام هذا الولي. أعلاهم
من كان على قدم النبي صلى الله عليه وسلم هو القطب الغوص، بعد كده على قدم أولي العزم، بعد كده على قدم 25 المذكورين في القرآن، على قدم الرسل، على قدم الأنبياء، لأن الأنبياء 124 ألف نبي، منهم 313 رسول، ومنهم 25 من الرسل المذكورين في القرآن، منهم 5 أولي العزم، وأفضلهم الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يقولون، يعني المشايخ يقولوا أنه ليه عدد الأولياء على عدد الأنبياء في كل زمان وفي كل مكان، موجودين في كل حتة، وهم جبال الأرض، يوم أن تنتهي الأرض منهم تقوم الساعة. أشار إلى ذلك مولانا الإمام الجعفري رضي الله تعالى عنه وارضاه في أرجوزة له عظيمة في كتابه اسمه الإلهام النافع لكل قاصد. الشيخ يقول: الأولياء سبل الرحمن، والأولياء سبل الرحمن إمدادهم من معدن الفرقان، ينفرون النفس عن هواها إذا رأيتهم ذكرت الله، فهم جبال الله أن تميدا، ومن رآهم لم يكن طريدا. هم جبال الأرض، طالما هم موجودون فالأرض موجودة، إذا رفعوا قامت الساعة، قامت الساعة. فالمهم أنه إيه؟ طبعا مستورين، تجد بعضهم عالم ولا يعرف الناس أنه ولي، وبعضهم تاجر ولا يعرف الناس أنه ولي، وبعضهم صانع ولا يعرف الناس أنه ولي، وبعضهم زارع، وبعضهم في كل الحرف منتشرون، أخفاهم الله تبارك وتعالى عن خلقه غيرة عليهم، غيرة عليهم وغيرة على خلقه، غيرة عليهم لئلا يمتهنوا، وغيرة على خلقه لئلا يفتن أحد بهم. هكذا صنع الحق سبحانه وتعالى. فالمهم قالوا أنه في شيخ تلميذه قال له: يا مولانا، من القطب في هذا العصر؟ من القطب؟ فعايز يعرف أنه القطب ده يعني مستور، هذا القطب هو يعرف القطب لأنه ولي من أولياء الكبار. لكن مش ضروري يكون عالم شريعة، هو ولي من أولياء الله، قلبه عامر بالولاية، قائم الليل صائم النهار، ولا يعرف عنه أحد شيئا، ويخفيه الله عز وجل في أي وظيفة. فالمريد الذي سأل الشيخ ده كان مريد إيه؟ ولي برضه على درجة. فبيقول لشيخه: قطب هذا العصر فيه فين؟ قال له: ده واحد بيبيع بطيخ في الحارة اللي ورانا كده، فراح عشان إيه؟ عشان يختبره. خلي بالك، الأولياء منهم أهل قبض ومنهم أهل بسط. أهل قبض دول يسيبك تتمازح معاه براحتك، ما بيزعلش خالص ولا بيغضب، عنده حلم لا حدود له، ما بيزعلش من حاجة، حتى وإن أسيء إليه لا يغضب. وبعضهم عنده قبض، لو عملت له كده بس يشد معك كأنه لا يعرف عن الولاية شيئا، خلاص. فقال له صاحب الوقت تاجر بطيخ ورا هنا، فرح له: السلام عليكم. وعليكم السلام. عايز نشتري بطيخ اوزن. قال له: افتحها. فتحها لها بيضه. قال له: لا لا ما ينفعش، ارمي، هات واحده غير. كل ما يفتح واحده يلقاها بيضاء نجوم من الداخل، ارمي ارمي لغايه ما خلص الفرش. فعلم انه ايه؟ انه صاحب الوقت، وانه ولي، وانه القطب، وانه من اهل الايه؟ البسط، من اهل البسط. فلزمه بقى على طول يعدي ويسلم عليه، وخلاص بقى بالنسبه له السر فتش وانكشف الامر، ويسلم عليه وقبل ايده ويطلب منه الدعاء، الى ان توفي هذا الايه؟ هذا الولي القطب توفي. فرجع لشيخه قال له: توفي، من اللي مسك مكانه؟ قال له: مسك مكانه جزار في الناحية الثانية دي، لكن جزار من أهل القبض، خلي بالك. فرح له: سلام عليكم. سلام ورحمة الله. عايزين نشتري كيلو لحم. وقال له: مال؟ يلا مسكه كده. قال له: لا، ده كله عظم وشحم. قال له: بقول لك إيه، ده مش بطيخ، شيل لحمتك وامشي. فالعلماء قصوا هذه القصة على أن أمرين: الولي يظهر في أي صورة، يظهر في أي وظيفة، وأيضا
قد تكون أخلاق أهل بسط وقد تكون أهل قبط. مو سيدنا موسى من أولي العزم لكن كان من أهل القبط، ما لا ما بيتحملش، صح ولا لا؟ مش ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، مش وكزه وقضى عليه، وهو نبي مرسل من أولي العزم. فالقبض والبسط هذا أمر ظاهر، دي أوصاف بشرية، أوصاف بشرية يستر الله عز وجل بها الخصوصية التي يختص الله بها من شاء من عباده. سبحان من ستر سر الخصوصية، أي سر هو الخصوصية وهي العلوم والمعارف والأسرار الإلهية التي يعطيها الله تعالى لأوليائه ويفيضها على قلوبهم بظهور البشرية، أي بظهور الأحوال التي تعرض للبشر والأمور الدنيوية التي يتعاطاها الناس. فإن بعض الأولياء قد يكون حمارا أو خواصا أو حياكا. خلي بالك حمار، فيه ناس لغاية دلوقتي في الصعيد يسمي ابنه حمار، اسمه كده. وطبعا انت عارف الاسماء احيانا بتبقى مش مشكله يعني، فاللي يقرا يقرا ايه يقراها زي ما انتم عارفين، يا خلاص خلصت الاسماء يعني. ها احسنوا اسماءكم واسماء ابنائكم. طيب، فهذا قد يكون حمارا او خواصا او حياكا فلا يعرفه غالب الناس لستر خصوصيته بهذه الصنعه التي يتعاطاها ومخاصمته للناس، أي مجادلته، ولا تكن للخائنين خصيما، يعني مجادلة.